صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين أول المظلومين. صلى الله عليك وعلى بضعتك المظلومة المقهورة سيدة نساء العالمين. صلى الله عليك وعلى سبطيك الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. صلى الله عليك يا بقية الله في أرضه يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ويا عبرة كل مؤمنين ومؤمنة غريب يا مظلوم كربلاء. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. روحي وأرواح العالمين لكم الفدا. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. سأمحو بدمعي في قتيل محرمي صحائف قد سودتها بالمآثم. قتيل تعفى كل رزء ورزقه جديد على الأيام سامي المعالم. قتيل بكاه المصطفى وابن عمه علي وأجرى من دم دمع فاطم. وقل بقتيل من بكته السماء دما عبيطا فما قدر الدموع السواجم. وناحت عليه الجيش
حتى بدا لها حنين تحاكيه رعود الغمائم. إذا ما سقى الله البلاد فلا سقى معاهد كوفان بنوء المرازم. أتت كتبهم في طيهن كتائب وما رقمت إلا بسم الأراقم. لخير إمام قام بالأمر فانبرت له نكبات أقعدت كل قائم. أن اقدم إلينا يا ابن أكرم من مشى على قدمين من عربها ولا عاجم. فكم لك أنصارا هناك وشيعة رجالا كراما فوق خيل كرائم. فجشمها نجد العراق بفتية صناديد حرب من ذؤابة هاشم. يوم الذي راعي الشيا أن ويشد الراحلة جاب المحامل للحرام كل فرد وجحيد له طبل عرزي نبمي ابتسم عباس راعي المرجل. قال لها يا مهجت علي قومي نريد الكربلة. قالت يا خويا محملي ياهو الذي يتكفل. قال لها عيناك بشري أمرك نويد نتمثل. طلعت وعباسي حدي والزمل ضج بهالهلا كل ساعة عباس ونزل محمل الحور يعدل. صد الحسين وناشد شنه نزل تكبيل فلا
قال يا خويا نزلتي قال يا خويا نزلتي تدري بخير تنام دللا ما تعرفي الذل والهضم فطنت على العز والعلا أين أنت عنها يا أبا الفهر ريتك يا عباس تحضر يوم طلعت من كربلاء سترت وجهها جفوفا يا غيرة الله يا صاحب الزمان سترت وجهها جفوفا والدمع عال خدها ملا من عقب عينك يا نفيل شمر وزجر بيها ولا ولو رادت الناقة عثار يضرب خواتك حرملة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيد شباب أهل الجنة وأهل بيته وأصحابه وسبي عياله وجعلنا وإياكم من الطالبين بثأره مع ولده الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف يوم ينادي يا لثارات الحسين عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العلي العظيم. بداية التاريخ الإسلامي كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبإشارة منه صلوات الله وسلامه عليه ومن علي أمير المؤمنين أن تكون السنة هجرية وأن تكون بدايتها من أول ربيع الأول لأن هجرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بدأت من اليوم الأول من ربيع الأول السنة 13 للبعثة النبوية الشريفة. ولكن السياسة غيرت كل شيء لصالحها
ومن جملة الأمور التي غيرت وغيبت بداية السنة الهجرية، حيث غيرها الخليفة الثاني إلى شهر محرم الحرام، والدولة الأموية بدورها أضافت إلى ذلك روايات مختلقة ومصطنعة في فضل يوم عاشوراء وصيام عاشوراء ومناسبات عديدة فيها سرور وفرح وانتصارات للأنبياء لكي يصرفوا الناس عن مأساة عاشوراء. الهجرة النبوية بدأت في اليوم الأول من ربيع الأول، وأقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غار حراء 3 أيام، وفي اليوم الرابع خرج من الغار وتوجه نحو المدينة، واستمر السير 3 أيام إلى أن وصل إلى قبى في اليوم السادس من ربيع الأول. ومن هناك بعث رسالة إلى علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هذا الذي فدى نفسه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبات على فراشه ونزل في حقه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. كتب إليه أن يؤدي الديون ويرد الأمانات ويحمل الظعن الهاشمي ويأتي إلى المدينة، واستمر علي عليه الصلاة والسلام إلى اليوم التاسع في مكة يؤدي الأمانات، يقضي الديون، يفي بالوعود التي وعد بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه بالعطاء، إلى أن خرج في اليوم التاسع من شهر ربيع الأول وتوجه نحو المدينة، إلى أن وصل إلى قبى ولم يدخل رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة في الوقت الذي ألح فيه أهل المدينة أن يدخل مدينتهم، فتحوا قلوبهم قبل بيوتهم لاستقباله، لكنه أبى ليبين فضل علي وفاطمة قائلا: لن أدخل المدينة حتى يأتي أخي وابن عمي علي وابنتي فاطمة. وفعلا في اليوم 12 من شهر ربيع الأول، هذا التاريخ المغيب، دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة واستقبلوه: طلع البدر علينا. لكن السياسة غيرت هذا التاريخ وجعلت أول محرم هو رأس السنة الهجرية. لم يهاجر رسول الله صلى الله عليه وآله لا في محرم ولا في صفر، لكنها السياسة، حرب على الحسين، حرب على الشعائر، حرب على نهضة أبي عبد الله الحسين، ولكن لا يمكن أن يطفأ هذا النور. فكما تآمر مشركو قريش على رسول الله صلى الله عليه وآله ووصفهم الحق سبحانه قائلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين،
ونجى الله تعالى نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله بفداء ابن عمه وأخيه ونفسه علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. أبناء هؤلاء الذين هجموا لقتل رسول الله صلى الله عليه وآله وتقطيعه، إلا أن الله دفع عنه بعلي أمير المؤمنين. أبناء هؤلاء أيضا جاءوا إلى مكة بأمر من الطاغية يزيد عليه لعائن الله، ليقتلوا حسينا وإن كان متعلق بأستار الكعبة. هذا هو الإرهاب، هذه هي الجريمة، هذا هو الكفر الذي يدافع عنه أصحابه، يدافعون عن يزيد، يكتبون يزيد الخليفة المفترى عليه، كذب لا كربلاء ولا واقعة الطف ولا سبي العيال. عجيب. كما أنكروا الغدير يحاولون إنكار الطف، لكن أنى لهم ذلك. الحسين داخل في القلوب، كم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كم حاربوه، كم آذوه، حتى قال: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. لم يتأذى من المشركين، الله نصره عليهم، وإنما تأذى ممن حوله من المنافقين، وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. هؤلاء الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وآله، إلا أن مكرهم يزول. كم اصطنعوا لمحرم من مناسبات، أرادوا أن يجعلوه عيدا، وإن كان لا يزال بعض الأمم، بعض الشعوب المغفلة تحتفل يوم عاشوراء بعيد النصر، كما أخبرنا أستاذنا الراحل رحمة الله عليه السيد كاظم القزويني رضوان الله تعالى عليه في سفره إلى شمال أفريقيا، ذكر لنا أن في المغرب لا يفهم الناس ماذا عيد النصر، انتصار يزيد على الخارجي الحسين، يهنئ بعضهم بعضا. الله أكبر. إلى الآن غيروا التاريخ، ولكن لا يمكن لاسم الحسين أن يمحى، لا يمكن أن يكون الطاغية محبوب مهما كتبوا عنه، مهما دافعوا عنه. رسائل تكتب في الدفاع عن يزيد الآن، اكتب يزيد ابن معاوية على النت، ستشاهد ماذا يصنع محب يزيد. ولكن صوت الحسين عليه الصلاة والسلام، وخصوصا محرم وصفر، يهدم كل ما بنوه. سنة 10 أشهر يبذلون المليارات من البترودولار لتغطية العيون وصم الآذان لئلا تسمع الإنسانية صوت الحسين، لكن يأتي محرم، يأتي صفر، يقشع هذه الغمامة، يجلي هذه العيون، يفتح هذه الآذان، تسمع صوت الحسين مدوي، والإنسانية تلعن يزيد وأتباع يزيد ومن مهد ليزيد. فلا يمكن أن يكون أول محرم
عيد ورأس السنة، غلطة تاريخية كبرى يجب أن يفهمها المسلمون. ولم يكن يوم عاشوراء يوم عيد ويستحب صيامه، وفيه أنجى الله نبيه موسى من الغرق، موسى من الغرق، وأنجى إبراهيم من النار، وكل هذا من صناعة بني أمية. لكن يبقى عاشوراء سهم في نحورهم، يبقى الحسين صوتا ترتجف له فرائصهم، يهز عروشهم. أحدهم يكتب، من الغربيين طبعا، عن السيدة زينب عليها الصلاة والسلام، كيف أن هذه المرأة تهدد يزيد: فكد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا. من هذه المرأة؟ هذه ليست امرأة عادية، تهدد دولة وهي أسيرة. وفعلا حصل ما وعدت. أين يزيد الآن؟ هل يمكن أن يذرف أحد دمع على يزيد؟ حتى محبوه لماذا لا يقيمون له العزاء؟ إنه تقطع قطعة قطعة، لماذا لا يبكون على يزيد، على عثمان؟ قطع قطعة قطعة وألقي في مزبلة. من الذي ألقاه؟ المسلمون الثوار، ودفن في مقبرة اليهود. لماذا لا يبكون عليه؟ لماذا لا يندبوه؟ لفترة ما رفعوا قميصه، لكنه أصبح رمز للخداع، رمز للكذب، رمز للخيانة. قميص عثمان مات عطشا، وإن كان الحسنان عليهم الصلاة والسلام يسقونه بأمر من أمير المؤمنين، يشقون صفوف الثوار ويوصلون الماء إليه. لماذا لا يبكي عليه محبوه؟ سؤال هذا يفرض نفسه. لماذا لا يقام له مجلس؟ لماذا لا يقام له تأبين؟ تقام له ذكرى؟ هو وسائر هذا الخط، فلان قتل في المحراب، لماذا لا يبكى عليه؟ خمس سؤال يفرض نفسه. وهكذا القتل ليس فقط لأهل البيت، أغلب الخلفاء قتلوا، قسم منهم الأخ يقتل أخاه، قسم منهم الابن يقتل أباه، قسم منهم الأم تقتل ابنها. هذا التاريخ الأسود. خطأ هذه الأمة أنها تحاول أن تبيض هذا السواد. لا، يجب أن يفهم أبناء هذه الأمة أين الخطأ، أين الجريمة، أين العدل. لا نمجد الجريمة، لا نقدس المجرمين، القتلة، وإلا القتل سائر في الخلفاء. عبد الله بن الزبير 11 سنة يحكم، لا يذكر إلا قليل. تذكر دولة بني أمية، مروان بن الحكم 1 سنة و6 أشهر خليفة، لا مو خليفة، حتى السيوطي لا يعترف به أنه خليفة، لأن هناك خليفة ثاني موجود وهو عبد الله بن الزبير في مكة والمدينة والعراق وسائر البلاد الإسلامية ما عدا الشام، وبعده عبد الملك ابنه أيضا إلى 10 سنوات هو أمير وليس بخليفة. متى صار خليفة؟ لاحظوا، لماذا الأمة لا تتساءل؟ هكذا تأتي الشرعية؟ عندما
رمى الحجاج الكعبة المشرفة بالمنجنيق وأحرقها وسفك الدم الحرام فيها وقتل عبد الله بن الزبير، أصبح عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين خليفة شرعي. هكذا تأتي الشرعية؟ كله قتل وحرق ودماء وهتك الحرمات، بينما الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام خرج لئلا يحدث ما حدث لابن الزبير، لئلا تهتك حرمة الكعبة. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى، خائفا يتكتم وقد انجلى عن مكة وهو ابنها. لماذا يخرج من مكة يوم التروية؟ الناس تتوجه نحو مكة ومنها إلى عرفة، والحسين ينصرف ويجعلها عمرة مفردة ويخرج، لأنه يريد أن يحافظ على الكعبة. لهذا الحسين أصبح هو كعبة الآن، كعبة القلوب، كعبة الأبصار، كعبة العشاق، لأنه صان هذا الدين. يزيد بعث 30 أمويا يحملون السلاح والسيوف تحت إحرامهم، وأمرهم أن يقتلوا حسينا وإن كان متعلق بأسار الكعبة. الله أكبر. الحسين باق لأنه لم يسفك قطرة دم حرام، ما خطى خطوة إلا وفيها رضا الله. هجرته إلى الله كما هاجر جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة، وبدأ التاريخ الإسلامي العظيم. هكذا الحسين عليه الصلاة والسلام أحيا هذا الدين بهجرته. أرادوا قتله في المدينة لما دعاه الوليد ومروان عليهما لعائن الله، والحسين أشار على الوليد أمير المدينة أن البيعة ليلا لا تنفعك، ادعوا الناس وادعونا معهم أمام الناس نرى رأينا، استحسن رأيه شاهد بالقتل. وإذا بمروان بن الحكم الأموي الوزغ ابن الوزغ اللعين ابن اللعين الذي قالت فيه عائشة إن الله لعنك وأباك وأنت في صلبه، هؤلاء يصبحون أمير المؤمنين رضي الله عنه. الأمة يجب أن تفيق تعرف من الذي لعنه رسول الله، من الذي تفداه رسول الله بنفسه، ألعقه بريقه وقال حسين مني وأنا من حسين. الأمة يجب أن تعي إلى متى هذه الغفلة، إلى متى هذا السبات. وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم وزمزم. مروان يشير على الوليد يقول لا تدع الرجل يخرج حتى يبايع، وإلا فاضرب عنقه، فإن خرج جرت الدماء بينكما. هنا الحسين عليه الصلاة والسلام ينقض على الطاغية مروان ويقول له يا ابن الزرقاء، من هي الزرقاء أيها المسلمون؟ انظروا من حكم، هذا ابن الزرقاء، هذا ابن النابغة، هذا ابن هند، هذا ابن سمية، وكلهن ذوات الأعلام. هذه هي أمور المسلمين، راجعوا التاريخ الأسود. أبناء البغايا
يقتلون أبناء الأنبياء. ونصحح أخطاءهم. هنا الحسين يأخذ بتلابيب مرواني ويرميه على الأرض ويجلس على صدره ويقول: ويلك يا ابن الزرقاء، أأنت تقتلني أم هو؟ ثم هنا التفت الحسين إلى الأمير: أيها الأمير، إن أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، بنا فتح الله وبنا ختم، ويزيد رجل فاسق فاجر شارب الخمر قاتل النفس المحترمة، ومثلي، يا لها من كلمة لو تفسر للأمة. لم يقل: وأنا لا أبايعه، أي مسلم غيور لا يمكن أن يبايع يزيد أو من هو مثل يزيد. هذا الخط الحسيني. وهنا خرج الحسين من القصر وأبناؤه وإخوته الأربعون ينتظرونه بالباب كما أمر، وجاء إلى قبر جده ليودعه، أمر بالرحيل وتهيأوا للرحيل. الله أكبر، ما أصعب تلك اللحظات التي خرج منها الحسين بها الحسين من المدينة. جاء إلى قبر جده الرسول، زار وودع، إلى قبر أمه الزهراء، زار وودع، إلى قبر أخيه الحسن، زار وودع. وفي الفجر تهيأت القافلة وأرادوا الرحيل، إلا أنه ترك طفلة لنتوسل هذا اليوم بها، وهي السيدة فاطمة العليلة. الله أكبر. تركها عند السيدة أم سلمة رضوان الله تعالى عليها، إلا أنها تعلقت بأبيها الحسين: أبا يا حسين، خذوني معكم، أخدمكم، أهيئ فراشكم، أهيئ طعامكم، لا تتركوني وحيدة. يا أبويا حسين وياكم اخذوني. لها حق طفله تشوف اخوتها علي الاكبر، علي السجاد، عبد الله الرضيع، حبيب قلبها، الكل دا يرحون، ابناء عمومتها الصغار الكبار، لماذا هي وحدها؟ يا أبويا حسين وياكم اخذوني، غريبة يا بهالبلد لا تخلوني، عقبكم يا أهلي يعمن عيوني، وجسمي من المرض ينلظم بالسم، يا وجسمي من المرض ينلظم، يا ام بيس، سعد الله قلبك ابا عبد الله وانت تشاهد هذه الطفله تتعلق بك. ناداها يا الحسين ومدمع يسيل، يا ناداها الحسين ومدمع يسيل، يا بنت انت عليل وجسمك نحيل، يا بنت انت عليل وجسمك، يا اسمك ينحيل، يا بو يا سفرنا دربه طويل، يا ايل وعلى مثلك يا بويا السفايا،
يحرار يحرار. تحركت القافلة ودعتها بدموع جارية وزفرات وارية. شد الضعاين وابعد البيد. يا وشوفت هل صار ايات بعيد والقلب ملقاهم يريد والحادي ما هود بهيد. هي اي راح وقطع قلبي وريد. اقول سيدتي يا فاطمه ايش حق تبكين وبقت تبكي الى ان عاد الركب. لكن اقول سيدتي وان كان مصابك عظيم الا انك ما شاهدتي حرق الخيام سلب العيال الضرب بالسيار واخيرا شاهدت راس ابيها بين يديها. اختك رقيه يا سيدتي هذه اعظم مصيبه. استيقظت وهي تقول كم دوب يا عم المواعيد. أنا أريد أن أبوي الضايا غم الحيد من سمعني بجاه المفاجيد ونن وصار النوح نويد. وصلت الصاحة المجلس يزيد يقلهم الصاير حادث جديد. قالوا له خدامة والعبيد طفلة حسين العودة تريد. يا طفلة حسين العودة هي عادها تريد. اخذ حاجتك من هذه المظلومة. يقلهم بجاها بعد شيفيد راوها راس بلشنتي. جابوا من شافته من بعيد صاحت هلا برأسك يا لعمي وأيال يا هلال عزنا بالأيال ليش قطعت بينا يا صندي وعفتنا ويا ناس المو. شجاويد ما أذل اليتيم حين ينادي بأبيه ولا يراه مجيبا. يا الله بيتيمة الحسين رقية بالعليلة إلهنا لا تؤتم أولادنا يا الله. إلهنا أحينا حياة محمد وأهل بيته أمتنا على ولايتهم والبراءة من أعدائهم. أرزقنا في الدنيا خدمتهم وزيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم والحشر في زمرتهم. اللهم تقبل بهم أعمالنا اغفر بهم ذنوبنا اقض بهم حوائجنا شافي بهم مرضانا ارحم بهم موتانا اجعل بهم عواقب أمورنا خيرا. اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وانصر وأيد علماءنا الربانيين لا سيما المراجع منهم والعاملين خصوصا آية الله العظمى السيد صادق الشيرازي. اللهم انصر
شيعة أمير المؤمنين في كل زمان ومكان. اللهم أهلك أعداءهم من الدواعش والإرهابيين والوهابيين. اللهم عجل فرج إمامنا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه، وإلى أرواح علماءنا الماضين لا سيما المرجع الفقيد السيد محمد الشيرازي وشهداءنا ومن مات على ولاية أمير المؤمنين وأموات هذا الجمع، نهدي للجميع ثواب الفاتحة قبلها الصلوات.